أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ولد لم يرضع من الثدي، إنما تم إرضاعه عن طريق جهاز يحلب الثدي، هل يعتبر هذا ولد من الرضاع؟ بلا شك، لو شرب الحليب من القارورة أو من الرضاعة أو من الثدي أو في فنجان ينشر الحرمة، لأنه تغذى بحليب المرأة فيكون ابنا لها بأي وسيلة كان، أو بالإبرة، يعجن بالإبرة مع الحلق بالأي مثلا. نعم.